أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. وبعد، فمن مستبعات الحديث عن التصور والتصديق أني ذكرت أن التصور قد يطلق بمفهومه الاصطلاحي الذي ذكرت المقابل للتصديق، وقد يطلق بمعناه العام أو التصور لا المطلق، وحينئذ فتكون العبارة شاملة لكل من التصور والتصديق، لا يبقى هناك مجال للتمييز بين التصور والتصديق. إذا قيل إن هذا تصور بالمعنى المطلق، أي إنه إدراك، وهذا طبعا هو الذي يستعمله من ليس له اهتمام بالمنطق، فيتحدث الناس عن تصوراتهم وهم يقصدون بها تصورات وتصديقات في نفس الوقت، لا يميزون بينما هو تصور تصديق، فيكون هذا مما يجب التنبيه إليه. ثم إن هذه التصديقات التي ذكرت لكم إنها الحقائق التي تصل إليها العلوم والمعارف ليست على درجة واحدة. نحن حينما نكون لأنفسنا تصديقات، أي حقائق علمية، فإن هذه التصديقات ليست على درجة واحدة من حيث القوة والجزم، هي مختلفة بالتأكيد. مثلا الحقيقة الفقهية التي يعرفها العالم الذي يدرس قضايا الشرع وينتهي إلى الحقيقة بعد إعمال جميع الأدلة، ليست مثل الحقيقة التي ينتهي إليها المقلد أو المتعلم. فالمتعلم قد يستوعب الحقيقة أن هذا واجب أو جائز أو يجوز أو لا يجوز، ولكنه ليس له عليه دليل، وإنما سمعه وتلقاه من غيره من غير دليل، وبالتالي فالحقيقة عند العالم وعند المتعلم ليست على درجة واحدة من الوثوق. هذا العالم الذي يحمل هذه الحقيقة الحكم الشرعي يحمله في نفسه علما جازما ويقينيا، لأنه كونه بالأدلة بإعمال النظر، في حين أن الذي تعلمه أو تلقاه يمكن أن يتلقى الحقيقة فيأتي بعد ذلك من يصرفه عنها أو يشككه فيها. إذن فالحقائق ليست على درجة واحدة، حقائق كما هي ليست على درجة، أي التصديقات التي نكونها ليست من حيث القوة والجزم على درجة واحدة، بل هي متباينة، وهذا يقتضي أن نتأملها، نتأمل هذه الحقائق كيف هي من حيث الجزم ومن حيث عدمه. إذا نحن انتهينا إلى تصديق، فنحن في الحقيقة نرجح أحد الوجهين، الوجود أو اللا وجود. مثلا في كل حقيقة نقول هل الصلاة واجبة أو ليست واجبة، فنحن أمام أمرين، الوجوب واللا وجوب، ونحن قلنا بناء على قول الله تعالى وكذا كذا كذا فإن الصلاة واجبة، فنحن إذن قد رجحنا جانبا في مقابل جانب آخر لا نراه ممكنا، أي أن الصلاة ليست واجبة، هذا الاحتمال مطروح ليس صحيحا في مقابل الاحتمال الأول الذي كان وهو أنها واجبة. تعزز هذا لدينا بالأدلة الكثيرة، أقيم الصلاة مثلا، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الصلاة، وما قاله العلماء في وجوب الصلاة، فتأكد لنا أن الصلاة ليست إلا واجبة، وأن مقابلها شنو هو مقابل أنها واجبة، عدم الوجوب، ليس صحيحا. إذن فدائما نحن أمام شيء ونقيضه، فالتصديق هو هذا الترجيح لأحد الوجهين، لما رجحنا هذا صار عندنا تصديق مفاده أن الصلاة واجبة،
وأن مقابلها الذي لا عدم الوجوب مطروح ليس صحيحا وليس سليما ولا نعتقده. ومن هنا دائما نكون في تصديقاتنا قد اخترنا اختيارات، دائما في تصديقاتنا نكون قد اخترنا. أخالف الآخر في أن مثلا الربا حرام، ويقول الآخر بل الربا جائز لأنه ضرورة اقتصادية مثلا، فهذا الخلاف بيني وبين الآخر. ولكن حينما أقول أنا أن الربا حرام أستند إلى قول الله تعالى مثلا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا مثلا، وحل الله البيع وحرام الربا، فهذا التصديق الآن جازم لدي بسبب أن الأدلة قوية عليه وأن مناقضه مطروح، أن مقابله مطروح ليس صوابا. وفي كل ما نناقش فيه الآخرين عندنا ترجيح لأحد أمرين، أي حينما نناقش الناس دائما يكون هناك شيء ونقضه، ونحن نختار وجها معينا بسبب وجود أدلته ونعتقد أن ذلك هو الصواب. إذن فيبقى دائما هنا في هذه الحالة عندنا وجه صحيح واحد ومقابله مرفوض مطروح لا قيمة له، ليس لا 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 نتعلق به وليس تصديقا. في هذه الحالة نكون أمام حالة هي حالة اليقين، بمعنى أننا في هذه الحالة نثبت وجها من المعرفة ونرفض الآخر، والوجه الآخر مطروح وليس مقبولا وليس واردا ومرفوض بسبب أنه لا يستند إلى دليل. وما شئت من الحقائق يمكن أن تقول، أن أقول مثلا هذا ذكر أو أنثى، هذا ذكر يقينا ها، وقوى أنه ليس ذكر مثلا أنه أنثى، هذا ليس له قيمة من النظر، ليس أي مطروح تماما. فأنا الآن مستيقن ها، أنا الآن مستيقن. وبماذا يكون اليقين؟ يكون بوفرة الأدلة. ولذلك في الشريعة الإسلامية لما أرادت أن تثبت العقيدة جعلتها، أي العقيدة بالنسبة للأحكام الأخرى الفقهية الأحكام الأخرى جعلتها قطعية. تعرفون أن الحكم العقدي في الإسلام يتأسس على أدلة قطعية، إما قرآن وإما سنة متواترة. الأصل هو هذا، وإن كان يخالف في هذا بعض الناس، ولكن إن المراد من هذا أن جميع ما يعتقده الإنسان من باب في هذا الباب يجب أن يكون يقينيا، وبالتالي في العقيدة لا تحتمل النقيض، أي ما نؤمن به ونحاسب وندين به ونعتقد أنه ما يجب أن نعتقده في حق الله تعالى وفي حق ما وجب علينا أن نؤمن به، كل ذلك هو يقيني وليس قابلا للجزم. وهذا طبعا يفرغ الإنسان للعمل، في حين أن الفقه ليس من قبيل ياش، ليس من قبيل القطعيات، هو من قبيل الظني. علاش؟ لأنه شيء من الأحكام العملية التي، هذا ليس خاص بالفقه، انتبهوا لهذه القضية لأن بعض الناس يشوشوا بها الآن لما نتكلموا له على مثلا حكم الولي في الإسلام أنه واجب، يقولك هل عندكم دليل قطعي؟ هل الحديث الذي ثبت في الدليل مثلا أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل؟ باطل. يقولك هذا الحديث فيه كلام، هو ليس قطعيا هو ظني. الآن فالذين يتحدثون يقتحمون هذه المجالات، وأنت هذا ظني في ثبوته وظني في دلالته، يقول كيف تلزموننا بحديث ظني؟ نقول لك نعم نلتزم بحديث ظني إذا كان صحيحا، ليس ظني بمعنى أن الشيء الواهي الذي لا قيمة له نلزم الناس به، ولكن إذا كان ظنيا وله سنة وأفادت التحريات غلبة كونه صحيحا فنلتزم به ونلزم الناس به. لماذا؟ لأننا إذا لم نفعل ذلك ضاعت الحياة كلها، لأن كل ما يتعامل الناس به هو ظنيات،
لو عطلنا الظنيات لانتهت الحياة، لتوقفت الحياة. أنت لو سألتك عن هويتك، من أنت؟ تقول فلان فلاني. أرتون أتأكد، قل خرج لي بطاقتك، خرج لي البطاقة الوطنية، خرج البطاقة. وهل البطاقة الوطنية قطعية؟ أنا الآن أجزم بأنك أنت فلان، إذا أشكل علي أمرك أريد أن أتحقق من 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 هويتك، فقل لك أخرج البطاقة، فتخرج البطاقة فأراها فأنظر إليها، وبالتالي أتصرف معك على أساس أن ذلك صحيح. لا أشكك في البطاقة حينئذ إلا إذا قامت شبهة، إذا قامت شبهة وجدت أن فيها خدشا أو وجدت أن فيها محوا أو آثار من آثار يمكن. أما البطاقة فهي دليل. ولذلك إذا كنت مكلفا بأن أعطيك مثلا مقابل لمالي بسبب ذلك أنك جئتني بشاك مثلا وشاك فيه 100 مليون، 100 مليون قدمت بطاقتك، هل أرد لك الشاك؟ أقول لك لا، أقول لك هذه بطاقة ظنية اللي حتى تجيب لي قطعية. شنو هي القطعية اللي خصني نجيب لك بأنك أنت فلان؟ ما هو القطعية؟ إذا لم أفعل ذلك ستتوقف الحياة. ما خصك تمشي مثلا للبنك ما يخلصوكش، لأن الدليل ظني، بطاقة والشيك نفسه ظني، ها، وجواز السفر ظني، ها، والحكم الذي يحكم به القضاة قد يحكمون بأن فلان قتل فلان، هل رأوه؟ إذا كانوا يريدون أن يحكموا بالقطع، القطع واخذك تشوفوا قتلوا باش تحكم بأنه قتل، فأنت تحكم بناء على القرائن، ها، تحكم على الأدلة. إذن هل هو كل هذا قطعي؟ كل ذلك ظني. فإذا كنا نقول لا نقبل إلا القطعي، فمعناه نضحكوا على الناس. الفقه كله خصو يمشي في حاله، راكم فاهمين ولا لا؟ لأن هذا الكلام يذكر الآن في النقاشات، تسمعونه الآن في بعض المرات في النقاشات. لا، هذا الدليل ليس قطعيا ظني. نعم، ظنيون يعمل به كما يعمل بالظنيات في كل الأشياء. تبقاش تكلم القطعي لا يتحدث عنه إلا في، لا يطلب إلا في العقيدة. شن تكلموا لك في العقيدة؟ شن بقى يبقى شي واحد يلعب لكم بابين؟ ولذلك أنا تحتاج أصول الفقه في النقاش، أنا تحتاج أصول الفقه وأصول الحديث في النقاش. هؤلاء بعض المرات يشغبون بعض الناس، يتصورون مع مجموعة ديال الطلبة والناس ما تعرفش الشريعة يشوشوا عليك، كيف أنتم أيها العلماء تقولون كذا وهذا الحديث ليس إلا حديث ظني؟ نعم هو حديث ظني ولكنه صح بطريقة المحدثين، فالعمل به واجب حتى يقوم ما يناقضه. عصيني بأنك مناقض بأنك استطعت أن تبطله، ظني فقط نمشي بكونه ظني نتركه؟ لا، أعطيني حجة بأنه باطل. أما أنه ظني فهو ظني، ولكنه ظني صحيح، كما أن كثير من الظني صحيح وبعض الظني باطل، ولكن الظني الصحيح يعمل به. فإذا لم تعمل لا بالظني الصحيح ولا بالظني الباطل، بماذا تعمل إذن؟ بالقطعي. القطعي نادر، القطعي نادر في الحياة، وأقول لك تقريبا ممتنع. أنت تمتلك منزلا، عندك الدار، عندك التيتر ديالها، وشي وقطعي ظني، وانت راك ساكن في الدار وتبيع وتشري فيها، وخليها حتى تقول لي قطعي هذا وتملك الدار، وبطاقات البطاقات ديالك والشيك كذلك، وكل ما يروج في الحياه انت لا تاخذ شيء بنت تستنتج القطعي واعمل به هذا. لذلك قلت ان هذا الامر الاول الذي هو الذي لا يقبل، اي في مقابل الاخر، هو اليقيني. ويقيني حينئذ يكون يقينيا ويكون قطعيا. مثلا الحقائق الكبرى وهي حقيقة مثل الهوية، أنت لا يمكن أن تكون الآخر. هذه الحقيقة لا يمكن أن تكون إلا قطعية في نفسك، أنك أنت إنسان، أنك رجل، أنك مغربي مثلا، أنك هذه أشياء حقائق، مناقضها أو من جاء بغيرها فلا لا يلتفت إليه، لا تقيم وزنا لمناقض هذا القول، لا تقيم له. ولذلك في هذه الحالة يكون هناك درجة واحدة من المعرفة، وترجيح أحد الاحتمالين أو الوجهين، ويكون لك ترجيح بأدلة، وحين يكون ذلك العلم يقيني. هذا الدرجة الأولى. المستوى الثاني أن يكون هنالك درجة فيها حقيقتان في حقيقتان متقابلتان، ليس لأحدهما مزية على لإحداهما المزية على الأخرى. بمعنى
حقيقة وفي مقابلها حقيقة، لم تستطع أن ترجح أنت احتمال من الاحتمالين. مثلا في بعض المرات هذا يقع لنا كثير في القرارات التي نتخذها، هل أفعل هذا أم لا أفعل، هل أسافر أم لا أسافر، هل أنهي هذه الدورة الاستدراكية. كل واحد وقع عليكم هذا السؤال، وقع له هذا السؤال في دي. هل أنهي أم من الأحسن أن أسافر؟ أليس من الأحسن أن أذهب إلى الأهل، ناس في الحفلات هناك، أم أبقى في المدرسة؟ كان هذا السؤال عندكم في المختاك، ما هذا السؤال. فما في بعض المرات لم يستطع أحد أن إلى آخر اللحظة لا يستطيع. أصدقائه يقولوا يلا مشي، واحد يقول له قعد اختك في راسك من ذلك الفكرة، وتبقى هكا توقع، فلا تستطيع أن يبقى عندك كأن عندك كفتان، كفة ديال الوزن ميزان، كفة من هنا وكلاهما متأرجحة متساوية متأرجحة تقريبا، فلا تستطيع أن تحسب. هذا يقع لبعض الناس في قرار أنا غير مثلتكم به، ماشي هو المقصود. في 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 عند الغربيين عادات أنهم حينما يكونون أمام هذه الحالة يأخذون، ربما يأخذون وردة ويأخذون يزيلون هذه البراعم منها، واحد شفتوا، ويبقاو يديروا بحال اخذها، ثم بالاخر يقولوا احنا عندنا ما نفعله في هذه الحالات هي استخاره اللجوء الى الله. هذا الفرق ما بين الايمان ولا ايمان، الايمان يديك الله، ولا ايمان ديك الورده، بقيت الورده تعرف كل شيء، تعرف المصير ديالك وتعرف تبقى هذاك وهم. او ان الناس كانوا يزجرون الطير، ها والسانح واش والبارح اذا يمنا يمينا فهو سانح، واذا ذهب يسار فهو بارح، وانت اذا ذهب الطير على اليمين تذهب، واذا ذهب الى اليسار تتوقف، الى غير ذلك من الاشياء التي يفعلها الناس. كل ذلك لا يجوز، ولا حتى بالمصحف. اذا كان الانسان ياخذ المصحف ويقول اول ايه اقراها ساتفاءل بها افعل او لا افعل، واش ندير لما نديرش يفتح المصحف ويخرج الايه ويقول لك مزيان فعل مزيان، هذا لا يجوز ابدا. هذا نوع من الاستقسام، كل استقسام بالازلام تماما، استقسام وان تستقسموا بالازلام، وان تستقسموا بالازلام. ازلام هي مجموعه اعواد كان الناس يضعونها في جراب، في احدهما امرني ربي، وفي الثاني نهاني ربي، وفي الثالث يعاد او غفل فيخرجه بناء على ما خرج. هذا كله ابطله الاسلام وانتهى منه الامر. لماذا قلت هذا؟ قلت بان هذه الحاله تتارجح فيها المواقف والافكار، وفي المعرفه ايضا هل هذا موجود او ليس موجود، هل هذا جائز او ليس جائزا، هل هذا في الاشياء متارجحه. يقع هذا للطلبه في الامتحانات حينما لا يكونون متاكدين من المعرفه، هل هذا يعطى له سؤال هذا الجواب صحيح ام ليس صحيح، يمكن ان يكون صحيح يمكن ان لا يكون صحيحا. الطالب المجيد الذي يعرف بان هذا مثلا بني مثلا او تاسست الدوله الموحديه على يد يوسف التاشفين، ها صحيح ولا خطا؟ خطا، يدير خطا. واذا قال كان ما عنده خبر لا يوسف التاشفين في الموحدين ولا في المرابطين، يبقى متأرجح، يمكن صحيح يمكن خطأ، حتى ينقل شي شوية ولا يسمع شي واحد شي قال شي كلمة ويثبتها تماك. فهذا التأرجح أيضا كما قلت هو الشك، هي درجة ثانية. شنو هي الشك؟ ما هو الشك؟ هو ألا تترجح لدى الشخص حقيقة معينة. الدرجة الأولى هي اليقين، الدرجة الثانية هي الشك وهي غموض ليس فيها ترجيح لأي احتمال من الاحتمالين. الدرجة الثالثة ترجيح مع احتمال ضعيف للطرف الآخر. فإذا احتمل رجحت هذا، ولكن ليس درجة اليقين، رجحته احتملته وقويته، كان هذا الراجح ظناً
هذا يسمى ظنا، ومقابله وهم. مقابل الظن هو الوهم، وهم أي غلب بالظن. هذا الوهم هي حقيقة كانت محتملة لكنها غلبت بالظن، الظن غلبها. إذن فعندنا حالة أولى لا يكون هناك إلا تأكيد أحد الاحتمالين وهو اليقين، وعندنا مستوى آخر، مستوى ثاني شنو هو؟ هو الشك الذي لا نستطيع أن نستبين فيه جانب معين أو نرجح جانب معين. درجة الثالثة والرابعة وهي الظن الذي هو ترجيح لاحتمال ولكن ليس درجة اليقين، وفي مقابله ما ليس راجحا بل مرجوح ومتروك ويسمى وهما. ولذلك في كل ما نتحدث فيه نتحدث عن الظن وعن الوهم. أظن أن هذا كذا كذا كذا، قل آخر لا، فنقول إن قولك الذي هو ضد ظني هو وهم، أي قولك المناقض لما أظنه أنا، لا مستيقن أن أعتبر أنه إيش؟ أنه وهم. وبهذا نعرف أن المستويات هي شحال؟ أربعة: يقين، شك، ظن، وهم. نوعان من هذين، من هذه الأحكام، من هذه الأقسام، ليس من العلم في شيء. الشك ما عندكش، ما استطعتش تنتهي الى اي نتيجه، بقيت تدير الورده في الشك، ليس فيه ترجيح. والوهم هو مقابل الظن، وهم الظن غلبه الظن ماشي اليقين. والذي يبقى علما شنو هو؟ اليقين والظن. فاليقين يقين هو الأعلى، والظن لأنه مؤيد بحجج ولكن ليس إلى درجة اليقين يبقى أيضا علما مندرجا في العلم. الظن يحتاج فقط إلى التقوية وإلى المساندة فقط. إذن هذه أربعة ديال الحالات، هذه كلها فيهاش في التصديق. الآن المناطق يتحدثون عن قضية منهجية، يقولون إذا كنت بصدد الحديث أو المناقشة أو فأعلم أننا أن التصور أو التصديق ليس في درجة واحدة من حيث الاهتمام، لا بد من الاهتمام بالتصور ثم الانتقال بعد ذلك إلى التصديق. وذلك يقول الناظم: وقدمي الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. إذن هناك تراتبية، لاحظوا أن المنطق الآن يعلمنا شيئا يرتبط الآن بالمنهج، هذا سميته المنهج. أنت تعرف التصورات الآن، فهمت التصور، فهمت التصديق، ولكن عليك أن تراعي هذا الترتيب لأن هنالك ترتيبا طبيعيا. فقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع، أي بالطبع، أي من حيث الطبع يأتي التصور في المقدمة ويأتي التصديق تاليا له. ما معنى التقدم بالطبع؟ هذا واحد من أنواع التقديم. أنواع التقديم خمسة، منها هذا الذي أبرز لكم هذه الأنواع لتفهموا كيف تقدم الأشياء. قد يكون الشيء متقدما على غيره طبيعيا، مثلا أنت حينما تريد أن تكون أن تصل إلى العدد في الحساب إلى العدد ثلاثة مثلا، فالعدد لا، الحساب لا يبدأ بثلاثة، يبتدئ بالعدد واحد ثم اثنين ثم ثلاثة. فالواحد والاثنين متقدمان على الثلاثة تقدما طبيعيا، بمعنى أنه لا يمكنك أن تعبر إلى الثلاثة إلا وقد عرفت معنى الواحد وعرفت معنى الاثنين لتقول الثلاثة
وهو عبارة عن ضم واحد إلى واحد إلى واحد، أو ضم واحد إلى اثنين لتصل إلى. فالذي لا يعرف، لو أردنا أن نعلم إنسانا مثلا عدد عشرة وهو لا يعرف الواحد والاثنين والثلاثة، هل تستطيع أن تفلح في تعليمه العشرة؟ لا تستطيع، لأنك قفزت إلى 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 حيث إلى موقع لا يتبين إلا بمعرفة ما سبق. فهذا التقديم الآن هو أي الأعداد السابقة على العشرة متقدمة عليه طبعا. ما معنى التقديم طبعا؟ هو هذا التقدم الذي نرى أن الواحدة أن الشيء يسبق غيره. ولكن نعطيكم مثال آخر، لو تحدثنا عن الخاتم في الأسبوع، الخاتم في الأسبوع، لك خاتم في أسبوعك، هذه الأسبوع الآن أنت تتحكم فيها، تريد أن تحرك الخاتم، كيف تحرك الخاتم؟ ها؟ بتحريك الأسبوع تتحرك، يتحرك الخاتم. الخاتم لها فص، له فص هنا، والأسبوع هو في الأسبوع، فإذا أردت أن تحرك الخاتم تحرك الأسبوع، فبتحريك الأسبوع تتحرك الخاتم. إذن فتحريك الأسبوع أي ذهني على الأقل متقدم في تحريكي. لماذا؟ لأن تحرك الخاتم الأسبوع علة في تحرك الخاتم. فنقول بأن تقدم تحرك الأسبوع تقدم علي أي علة، هذا علة في الآخر. فإذا لم تحرك الأسبوع لا يمكنك أن تحرك الخاتم. إذن فتحريك الأسبوع علة، وهنا نسمي هذا التقدم تقدم العلة. لاحظوا تقدم الطبع وتقدم العلة كأنهما متشابهان، وليس كذلك. تقدم الطبع يتقدم الشيء على غيره ولا يكون علة فيه، هو متقدم ولكنه ليس علة فيه. لكن تقدم العلة يتقدم الشيء معلوله ويكون هو السبب والعلة فيما يقع فيما بعد. فإذا لم يتحرك، لم تتحرك الأسبوع، الأسبوع مؤنث، إذا لم تتحرك الأسبوع لا يتحرك الخاتم. إذا لم ميزوا بين تقدمين، تقدم بالطبع وتقدم بالعلة. وتقدم آخر هو تقدم بالزمان، تقدم بالزمان. لا بد أن الأب متقدم على ولده بالزمان، ولد قبله ويفع وصار بالغا، صار رجلا، ثم تزوج ثم أنجب. فلولا أن هذا الوالد أصبح قادرا على الإنجاب ما أتى هذا الولد. حينما كان هذا الوالد في نفسه طفلا كان يمكنه أن ينجب، لا، فما أنجب إلا بعد أن صار رجلا. في كل هذه المرحلة، أي منذ ولد الأب إلى أن صار رجلا، وهي نقدرها مثلا ب15 سنة مثلا، لم يكن الطفل موجودا. في كل 15 سنة أو 16 سنة هل كان الطفل موجودا؟ لم يكن موجودا، كان منعدما. ثم بعد 16 تزوج مثلا مبكرا، تزوج فأنجب فكان الطفل. إذن من حيث الزمان ضرورة. وإذا كنت الآن لو وجدت في بعض التراجم مثلا أن فلان كذا 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 ولد في سنة كذا وكذا، ثم حققت فوجدت أن تلك السنة في بتحققك بمعرفة أبيه كان أبوه في سن 5 أو 6، تقول كيف يكون هذا الشخص قد إن خطأ خطأ في التاريخ. أي إذا قيل لك إنه ولد في سنة 560 مثلا هجرية، ها، وفي سنة مثلا أن الأب لما قرأت ترجمته قيل لك إنه ولد في سنة 595 و95، معناها كانت في عمره 5 سنوات،
هل يعقل أن طفلا في عمره 5 سنوات يولد له طفل بعد في 560؟ في 495 الأب، 495 والولد فاش في السنة بعد سنة بخمس سنوات. إذن هذا يشكل لأن الزمان لا يتسع لمثل هذا كله. أقصى ما وجد كاين بعض الأبناء أو الفوارق بين الآباء والأبناء في بعض الوقائع كان الفرق بين الأب والابن 11 سنة كاين موجود 11 سنة موجود في تاريخ المسلمين. أي هناك فرق ما بين الأب من الأب والابن 11 سنة ممكن تزوج هذا الولد في وأنجب في 10 سنوات وتبقى طبعا هو جنينا لمدة تقريبا 9 شهور فكان هذا موجود وهذا أقل ما وجد من الفرق بين الأب والابن. لكن الزمن الآن ضروري للفصل بين الآباء والأبناء. إذن فالأب متقدم من حيث الزمن على الأبن. ثم هناك تقدم آخر وهو تقدم الرتبة ويسميه البعض تقدم بالمكان. نجد ذلك مثلا بالنسبة للإمام والمصلين، الإمام متقدم والصفوف بعضها متقدم على البعض، والصف الأول أشرف من الثاني والثاني أشرف من الثالث. هناك رتبة، رتبة، لأن الصفوف الآن ليست خير صفوف الرجال أولها، وخير صفوف النساء آخرها. وأنتم دائما تقعدوا في صفوف النساء لأن ما زال ما وليتوا شيء رجال كبار، تقعدوا في التالي اللي هي في صفوف النساء. ياك تمك شر الصفوف تمشي عندهم توما، هذاك شرف صفوف الرجال التالي تورك أنت تقبض الحيط. فلا بد أن تكون في خير الصفوف. إذن هناك رتبة، ومعروفة هذه الرتبة بحسب الأمكنة وبحسب أنتم تعرفون هذه المسألة. هذه ربما لا تكون في بعض الأشياء لا تكون مكتوبة، ولكنها تكون أي حينما يدخل الناس إلى بيت من البيوت ويكون مثلا أهل القرآن وأهل كذا وأهل أين الذين يعرفون معنى القرآن وقيمة القرآن، أين يجلسون طلبة القرآن وأهل العلم؟ في الأول صف الأول يجيبوا ويجلس الناس بعد ذلك. ولكن بعض مرات إما الطالب أنه نفسه يتأخر لا يعرف مكانه في حيث يجيبون يجلس، أو أن الناس لا يقيمون لطالب العلم مجلس فيجلسونه في الهامشي ويصدر المجلس وناس مجموعة ديال السكرية ولا الناس ديال الدخان وكذا ويصيروا هذاك يكون قلب للأوضاع. وعلى كل حال كما يقول بعض العلماء حيثما جلسنا كان ذاك صدر المجلس، حيثما تجلس يجب أن يكون ذلك وصدر. إذا أراد الناس أن يجعلوك في هامش المجلس فحيث كنت يجب أن يصير ذلك هو صدر المجلس، أي بعلمك وبمعرفتك وبقدرتك على تناول الكلام، فحينئذ إذا تكلمت وإذا أبنت وأفهمت وكنت قادرا تقلب المجلس فيصير ما كان في الهامش هو صدر المجلس، وإذا لم يكن لك ذلك صرت في هامش المجلس بالتأكيد. إذن فهذه الأشياء معروفة بحسب أوضاع الناس وكل مكان، إلا ويعرف الناس قيمة كذا وكذا المجلس. لا يؤمن الرجل يجلس، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، زيد غالب الحديث كامل كل شيء عندكم الخبر عليه ما لي ما كوش تقرأ. أهم شيء الآن هو قراءة الحديث، ما لم تحفظوا الحديث سيبقى لديكم نقص كبير. إذا كثير من الناس يحفظون أحاديث لا يقيمون لها معنى ومع ذلك هم يحاجون بها، في حين أن العلماء الآن لا يهتمون بالحديث، وهذا خطأ كبير. لأن الإسلام قائم على أصل الكتاب السنة الحديث، فإذا كان الإنسان يرى أنه ليس معنيا بالحديث ولا يحفظه ولا يهتم به بل لا يحسن قراءته، لماذا كان عند الناس حصة السرد؟ لو سردت البخاري غير سردا واستمعت إليه من هذا درجة في العلم، لو استمعت من الشيوخ إلى لو كان هناك شيخ يسرد الحديث قل هذا غير يقرأ الحديث، هذا كان علم
علم سماع الحديث وتقويم متنه شيء، وإقامة متنه شيء كبير جدا. تعرف أسماء الرواة، تعرف الحديث لا تذكره حتى ولو لم تحفظه، تبقى دائما متصل بالحديث. أما أن يقول الناس هذا الحديث لا قيمة، لذلك في الحديث غائب تقريبا في برامج الناس كلهم، أو الذين يقرؤون الحديث ليسوا من أهل العلم، وبالتالي مهما قرأوا من العلم لا يصيرون محدثين بالمعنى، لا يصير الرجل، قد يكون الرجل محدثا يقال عنه محدث، ولا يقال عنه بأنه الحافظ، أي الذي يفهم الحديث ويحفظ الحديث، وهذا المفهوم الحقيقي للحافظ. وقد يكون الإنسان محدثا بمعنى فقط يحفظ نصوص الحديث، ولكن قد يكون الإنسان في درجة أسوأ، لا هو محدث ولا هو حافظ، لا يحفظ الحديث ولا يفهمه، لا دراية ولا رواية، وهذا نقص. لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، الحديث ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. هناك فراش يوضع للرجل في بيته وتكريمه، هو فراش الأب أو الكبير في الأسرة خاص به، أو فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى تكريمة الرجل الذي يكرم بها في بيته ويجلس، لأن يكون هذا قلب، فتدعه يجلس في مكانه الأسر. شوفوا الأسر بمعنى المفهوم الإسلامي للأسرة، تمنح الأب والأم قيمة كبيرة، لا يستوي الأبناء فقط لأن عندهم، أو بعض المرات الأبناء يعلون على الآباء، يصبحون قيمة أكبر من الأب لأن عندهم مال والآباء فقراء. هذه إحنا لسنا عندنا، إحنا عندنا قيمة للأبي سواء كان فقيرا أو غنيا، ويكرم ولو كان أبوه وزيرا، هو أكرم من ابنه، ابنه هو من نتاجه، ولده هو من، لا يمكن أن يرتفع فوق أبيه، أن يسمو فوق أبيه، ويجب على الابن مهما على كعبه أن يعتبر أن أباه هو أشرف منه، ولذلك يخصه بالمجلس المناسب المكان، ويكون ذلك المكان هو التكريم. والأم كذلك، وإذا جاء إنسان إلى البيت عليه أن يكون ذكيا حيث يجلس، ما يكونش جلوسه جلوس الأغبياء، يجلس حيث لا يجوز له أن يجلس. فلا أمن الرجل الرجل في سلطانه، لا تأمن الرجل في سلطانه، لأنك تهينه في سلطانه عامة في الدار ديالو، أو تمشي للمسجد عندك إمام وانت جيت لأنك السيف لأن كذا، وتقول يجي الإمام يقول حيدوا الإمام، جيبوا السيف لأن هو اللي يصلي بنا، لا يجوز. إلا كان الإمام هو اللي قال له تفضل زيد صلي، لا أبغى الإمام، ولكن دائما صاحب المحراب شكون هو؟ الإمام ياش؟ أو الإمام راتب خصو يوقف في تماك راتب، ماشي غير يشوف شي واحد يخلع يخرج من برا، لأن كونوا بحال يقول للناس راكم كنتوا غير تسلكوا، راه عاد جا الإمام ديال بصح، راه عاد اللي كنتوا بكري الله أعلم ديك الصلاة الأولى واش فيها ولا ما فيها شيء، فكأنك تشككهم في الصلاة اللي فات، ولذلك حتى ذاك الامام خصو ما خصوش يخلي له الا كان شي واحد من اهل الفضل والتقوى وشي حاجه اخرى. اما الا جا شي واحد الانسان جلابه مزيانه ولا شي حاجه طربوش كبير وكذا، لا زيد السيف لا نتسلك، انا كتقول له كنا نسلكوا او راجاتك، هذا تشكي الناس كاع في الصبقة في المحراب ديالك، حتى دي صلاه واحده ولا زوج غادي تفوت، ولكن ابقى اذا فهذا تقدم بالرتبه او بالمكان. ثم التقدم للشرف، والتقدم للشرف أيضا تقدم معروف، والله تعالى فضل البعض على البعض. فشرف العلم تقدم بالشرف هو أن العلم شريف، ومن ليس له علم لا يمكن أن يشرف في موقع العلماء، إلا إذا كانت الأمة قد صارت إلى درجة من التردي والجهل كبيرة، حينئذ لا تقيم العلم بمعناه الواسع، العلم بمعناه الواسع. كل الذين لهم علوم لهم شرف، الذين لهم علوم شريعة لهم شرف بالنسبة لمن ليس له علم شريعة، الذين يستطيعون أن يعطوا هذه الأمة من علمهم في درجات من الدرجات ومستوى من المستويات يجعل الأمة قوية، يستطيعون أن يخترعوا، يستطيعون، ليسوا كعامة الناس، ويجب على الأمة أن تتني بهم. الأمم الراقية الآن تكرم المخترعين، هل الذي اخترع مثلا الكمبيوتر هو كإنسان عادي في الأسواق عند الأوروبيين ولا الأمريكيين؟ لا، هذا استطاع أن ينجز شيئا رفع به قيمة أمته. الذي صنع للناس أو اكتشف الكهرباء هو الآن لهم في حضور أو في ذاكرة الناس عند الغربيين، وهذا من حقه لأنه أعطى علما،
فلذلك دائما العلم، ونحن لا نخصه في العلم ولكن علمنا الشرعي بالنسبة للأمة الإسلامية لا شك أنها تعرف أن شرفه هو شرف العلم بنص القرآن، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والذي ينازع العالم في هذا هو إنسان ينحو بالناس نحو الجهل، أي يتكلم مع في حيث يتكلم العلماء، أو يقدم نفسه حيث يجب أن يكون العلماء. والسياسيون الآن يخافون من هذا، من العلماء، ويخافون من تقدم العلماء، لذلك دائما يشغبون عليهم ويشوشون عليهم ويصيرونهم أنهم لا يفهمون وأنهم رجعيون وأنهم متخلفون. هذا خطأ، لأن هذا الشرف شرف مستحق ليس موروثا من الآباء والأجداد، ولكنه شرف مفتوح للأمة. فمن أراد أن يكون من أهل هذا الشرف فليجده، ماشي بالنوم وبالكسل وبالنعام، يجب أن نترك هذا الاعتبار من أن فلان لا يريده أو أن فلان لا يقبله. إذن شحال هي التقدم؟ 5: تقدم الطبع، تقدم بالعلة، وتقدم بالزمان والمكان والرتبة والشرف. هذه 5 أنواع التقدم يا فتاة، قرر بها بيت من الشعر والعرب. تقدم بعد غد نفتيكم. الآن تقدم بالطبع، أنت لا يمكنك أن تقدم الحديث عن التصديق قبل أن تتحدث عن التصور، فهو متقدم عليك كما أن الواحد متقدم على الاثنين والثلاثة. إذن هذا تقدم طبيعي، ياش يأتي بعد ذلك الحديث، أي لا يمكنك أن تخوض في التصديق إلا قد سبق أن خط في التصور. قال العلماء: ليوافق الوضع الطبع، لأنه فقدم الأول عند ياش الوضع، أي عند الاستعمال، لأنه مقدم بالطبع. فلأجل أن يوافق الوضع الطبع قيل بهذا الكلام. جميل هذا الكلام، فماذا نستفيد نحن هذا؟ أنا قلت لكم هذا منهج، أنا دائما نحاول باش نربطه بتفكير. كيف نفكر؟ مثلا يأتيك إنسان، أرد بالك وستقع لكم هذه الأشياء، يأتيك أناس يسألونك عن أمور مستجدة، هل البيع مثلا بيع المرابحة جائز أم غير جائز؟ لا يجوز لك أن تصدر حكما في هذا وأن تقول في هذا بقول إذا كنت أصلا لا تفهم معنى المرابحة. فتتصور في البداية ما معنى بيع يسمى بيع المرابحة، تتصوره تصورا فقهيا، أي كيف هو في الفقه، ما معنى المرابحة في الفقه، ثم تدرس المرابحة مدرسة واسعة، وبعد ذلك تنظر إليها بحسب ما تعرفه من نهي الشرع عن الربا وتحريمه للربا والاستغلال وبيع المجهول وما إلى ذلك، وتأخذ بعد ذلك قول فتقول بيع المرابحة إما أنه جائز إما أنه حرام. ولكن ما لم تتصور الشيء لا يجوز لك أن تحكم فيه. ولذلك القاعدة الفرق حكم على الشيء، أي الحكم على الشيء هو التصديق، حكم على الشيء فرع عن تصور. إذا وقع لك الاختلال في التصور يقع لك الاختلال في التصديق بالتأكيد. أنتم إذا وقع لك الاختلال في التصور وقع لك الاختلال في التصديق حتما. فلذلك يكون من 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 المنهج أن تعرف الشيء الذي تتحدث فيه، أن تتصوره تصورا كافيا وتصورا جيدا، وبعد ذلك تصدر الحكم. أما أن تقفز إلى الأشياء تتحدث فيها بلا 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 دليل هذا لا يجوز. مثلا لما حاول الإنسان الصعود إلى القمر، صعود إلى القمر، بادر بعض الفقهاء وقالوا هذا لا يجوز، لا يمكن للإنسان أن يصعد إلى القمر، هذا شخص قد وضع في القمر رحاله ونحن نسأله هل يجوز أم لا يجوز، يمكن أم لا يمكن. الناس وضعوا رحاله في القمر ومستوطنوه، ونحن الآن نسأل هل يجوز، هل يمكننا أن نتحدث في هذا الموضوع إذا كنا نفقد كل الأجهزة
والآليات والتصورات الحقيقية عن القمر وعن المسافة الفاصلة بيننا وبين القمر وعن الأجهزة التي يمكنها أن توصلنا إلى القمر، نحن لا نعرف شيء من هذا. كيف نسارع إلى الحكم في شيء نحن لا نمتلك فيه تصورا كافيا؟ فهذا الحكم كان خطأ بالتأكيد، لأننا لم نكن مهيئين، لم نكن قد استطعنا أن نكون تصورا عن القمر. كل ما كان عندنا أن القمر جسم بعيد، أنه يضيء فقط، ما هي المسافة، ما هي العوائق، ما هي الإمكانات، لم نكن نفكر نعرف شيء من ذلك. والناس كانوا قد فكروا في هذا أمرا زمنا طويلا، وفكروا في الجاذبية، وفكروا في وزن الإنسان كيف يتغير، وفكروا في أشياء نحن لم نكون في ذلك فكرة، ومع ذلك بادرنا إلى إصدار حكم كان الحكم غير صواب في كل الأشياء. الطبيب لا يصل إلى النهاية إلا بعد التصور، تشخيص المرض، يعرف ما هو مرضك، ينتهي إلى التصديق بأن هذا المرض علاجه كذا وكذا. ما لم يفهم المرض لا يمكن أن يصل إلى الدواء. لو أعطاك 100 دواء ما كان في ذلك شيء نافع، إلا بشرط واحد، وأن يعرف حقيقة المرض، يتصور المرض، هل هو مرض سرطان، هل هو مرض مثلا سيدا، هل هو مرض كذا، وحينئذ يتوجه إلى العلاج المفيد. أما أن يخبط خبط عشواء فهذا طبعا ليس جائزا. إذن التصورات سابقة في الطبع على التصديقات، فيجب أن نجعلها سابقة فاش في الوضع، أي لما نضعها، لما نكون فكرة نبدأ بتحقيق التصور وإثبات وتثبيت التصور، ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. إذن هذا إن شاء الله في الدرس المقبل إن شاء الله أحدثكم عن بقية جزء من الحديث عن الجهل ويسير، ثم إن شاء الله نتكلم مرة جاية. ومهم جدا الدلالة، والدلالة الآن هذه تحتاجونها في المنطق مفهوم الدلالة، وتحتاجونها الآن في أصول الفقه مباحث الدلالة، وتحتاجونها في أشياء كثيرة جدا. فلذلك هذا البحث، بحث الدلالة، يعتبر بحثا مشتركا ما بين علوم كثيرة، ولكن المناطق درسوه بطريقتهم وبكيفيتهم. وهذا المبحث أيضا تجدون مشابها له في كتب أخرى، ومع ذلك تبقى المعاني كلها متقاربة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله بالعالمين.